خوتي اخواتي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم ديما تكونوا بخير على خير في احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. اليوم غنشارك معكم واحد البغرير، كتعرف لكم قلت لكم الدوكه اللي راه كديباني راسها بناتي بغاو ليا البغرير ونسيت ما جبتش السميد رقيق حتى ما عارفين، لقيت غير واحد الدقيق حرشها هو عادي فورس عادي زلافه زلافه صغار، هنايا شويه ديال غيكون واقيلا شي 6 معالق ولا شنو ديال السميد رقيق. غنشوف هاد البغرير المشاهدين كيجا جا زوين غنشاركم معاكم، جا خايب غنشاركم معاكم. هنايا كيس ديال الخميره ديال الحلويات، جوج معالق صغار ديال السنيده، معلقه ديال الخميره ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، ونص معلقه ديال الملحه. هنا غنعجنو بالمدافئ بسم الله، ما غندير لا كهرباء لا الخلاط الكهربائي لا والو، غندير الخلاط يدوي. ايوا نتوما معايا المشاهدين بسم الله. عفايت مني شاركتو في هذا الفيديو، غير هو درتو هذاك السميد الرقيق، هذا انا غنضربوه بالفورص دقيق حاش وشويه لقيتو عندي ديال السميد الرقيق، وغنشوف كي غادي يجيو. هانتوما معايا بسم الله، كيبغى شويه الخدمه انا والله ما غنخبي عليكم، جا زوين غنشارككم معاكم، جا خير غنشارككم معاكم. كتعرفوا خصكم الدوكه اللي راه عداني الشام، جات العجينه ديالو بايضه بزاف، وقلا ندير فيه شويه الملون ديال الخرقوم. كيعجبنيش البغرير بيض، ملي كنديرو ديال السميد كيجيو اصلا صفر لا ملون لا والو. وهاد القريعات هادو غنحتجوهم من بعد، هو هذا غنوريكم شنو غندير بيهم. المهم الطريقه انا عمرني ما درتها، وهاد التخليطه ديال البغرير اول مره، الطريقه اللي غادي نصورها اول مره. كيبغي شويه الخدمه، وهانتوما معنا المشاهدين تنسالي حتى الاخر. دابا ها هو تبدل، زدت فيه الماء، العجينه ديالو ولات خفيفه، وزدت فيه شويه ديال الخرقوم، درتو هنا مع شويه الماء. بانت العجينه ما درتوش من الاول، بانت العجينه بايضه بزاف، ثم فانا داك العجين ديال السبيد رقيق كي كتعرف راه كيجي صفر، البغرير كيجي صفر، وهذا بان لي شويه جا بيض ما عجبنيش. دابا زدت شي شويه ديال الخرقوم الملون، دابا خلطتو هانت كيفاش جات العجينه ديالو مطلوقه وطالقه الخيط. والمشاهدين بعد ما كملتو في العجينه وفي الدليك راه دلكتو مزيان، ودار البغرير ديالي العاجل ديال خدكم الدكاليه، اقتصادي في الوقت ورخيص وسهل. باش ما كان عندك ديباني غنشوف انا اليوم، حيت انا باش ما كان ديباني ديما كان كنعاون راسي، ماشي كنبقى ندير حاجه ما كانش عندي في الدار ضروري خاصني ما كانش عليه نخدم بحاجه اخرى. المهم هانتوما معايا حتى الاخر، ايوا في امان الله مشاهدين، ومرا وعدتكم المشاهدين عشقه راني غنشارك معاكم، مصدقش انا غنشارك معاكم. زدت الخرقوم غير شويه اللون تاع الخرقوم صفر، ما بغاش نقوي باش يجي الصفر بزاف. ها انتم البغرير ديالي تبارك الله كي داير، شفتك خوتي في القرعه، دابا نخويتو في القرعه هي باش يخمر ليا دابا، انا الوقت مابقاش باش دغيا يخمر، وغادي يسميتو حتى ما يمحلناش حتى فاش غندم، كانش غنمشي نجيب مولفه كندير في كوكوط وكنسد عليه شويه حتى يخمر، ونجيب المغرف وهزو دابا من هنا من تما ليه. المهم المشاهدين هالبركه اللي عطاني البغرير، غندير في هاد القراعات ونسد عليه، عاود نخدم مزيان. كنت باقا ناقص سد ليك ما مدلوكش النقطه كي تدلك مزيان، واحد 10 دقائق المشاهدين وهانتوما معايا. والمشاهدين درت جوج مقلات باش نزرب دغيا وخا تغرير قليل بسم الله. عاد هاد المقلات هي كنديرها الحمام، كنتمدو في الماء هكا بسم الله، نقدر القرايعه بحال هكا. اول مره غنخدم بهاد الطريقه وما نقلاتها من واحد، ما نديروش اللعبه ديال المغرف مقاده بالمرق، غنديرها بحال كيف ما هي.
مقلى الخلطة هي سخنات، نزيد شوية في الجاز، وهانتوما معايا المشاهدين شوفوا البريق كي غادي يجي كيفما هانتوما المشاهدين. هاد السمول بغير العشوائي هانتوما تبارك الله، والله إلا تسخر رجع المزينات خفت صور مكيبانش شوطو هداك، ولكن مباشرة راه تبارك الله المزينات غنشدو بحال هكا ندير بلا هوك ونديرها بحال هكا تبعيني لهنا غتوري المشاهدين هانتوما هاكم الدخالية غندير بحال هكا في البلاد هادي ونوريكم تال ديال المقلة الأخرى هي كيفاش جات. تخيل راسي بحال خاتكم الدكرية داك مشروع ديال البغرة في رمضان، واش هي غادي تنجم راسها ودير جوج مقالي ودير ثلاث نجمات؟ ها انتم تبارك الله كيبان لكم المشاهدين شوفوا خاتكم الدكرية اللهم بارك نديروا لها بحال هكا زعما بسرعة تبارك الله عجبتني الطريقة ما شاء الله. ايوا تعلمي من ماما تعلمي خلو اختكم الدقاليه دايره مشروع كثير البغرير انا متاكده غتقدي دايره جوج مقالي وخدامه والقرعه وخدامه على راسها والقرعه طيقه تاع الماء حداها ما يجي البركه دير لها ثاني بحال هكا انتما والله الا تبارك الله كيجيني شوفوا تبارك الله كيفاش كيحل في عيني يشوف فيكم المشاهدين تاع الدقاليه عيني قد الكيسان تبارك الله كاينش من المولات وقال لا مولات انا صغيرات اذكر فلاه مع اليوتيوب الحاجه اللي متشبه مولاها حرام كاك ولا المثال قالك الحاجه اللي متشبهش مولاها راه حرام المشاهدين ياك عبغات هاد النهار كنشارك معاكم قلت والله الناس بغاو ليا بغير وانا نسيت ما عجبش ليهم هذاك السميد رقيق تاع اول تجربه والله الا تنجح بالله انتم المشاهدين تتحل لي بقات واحد العوينه تتحلي الضحكة ليا المشاهدين ضحكوا عليا هانتوما تبارك الله كيجا محمر هانتوما المشاهدين شوفوا تبارك الله اللهم بارك المشاهدين شوفوا شوفوا خدكم الدبكالية تبارك الله واش كيبان ليكم ولا مكيبانش هانتوما المشاهدين إيوا دابا نكملو هانتوما معايا تا لاخر نوعدكم الله ما ندير الغش بارك الله ما شاء الله هانتوما خوتي خواتاتي هانت يا ماريا تحية للناس عطاليان هانزها أسيهام إسبانيا هانتوما خدكم الدكالية أخت خديجة الحقيقة في الدقيقة وبشيرة نادية تحية الناس على كازا نادية نادية ونادية نادية ونادية هانتوما خدكم الدكالية ها كي جا محمر تبارك الله على مزيناته الواحد هو اللي تقانا راسو وأنا ما عديش السميد خاش تسخر ونسيت كاع ما جبته إيوا نخليو البنات بلا الغرير الا ما جاش ها انتم تبارك الله والله الطريقه تبارك الله سهله انا زواق بلا نفاق ها انتم تبارك الله نديرو لها كنجيب المغرف من فين كنهز من الطنجره والمغرف ونقادها خلي بوها كيف ما جات ما كياخذش الوقت كاع لا ما كياخذ كاع الوقت عاد تقريبا بغريره وحده هي البقات هي دابا انا طفيت عليها هادي تنكمل بهاد المقله ما يلا تبارك الله وخارج لي راه غير كبير تبارك الله شوفوا تبارك الله ها انتوا هانتوا بلا صباق بلا نفاق اللهم بارك الغرير ديال القرعة ديال القرعة ها انتم المشاهدين تبارك الله ما شاء الله ها انتم واش كيبان لكم ولا لا واضح ما شاء الله خمسو الهيف وبميدة هنا مع الشاطة الشرج ما كيبانش ها انتم المشاهدين هانت اختكم الدكاليه تبارك الله البغرير شحال زين ايوا خوتي خواتاتي الحلقه ديال اليوم انتهت مع البغرير ها الطريعات خواو هانتوما تبارك الله واش كيبان لكم ولا ما يبانش لكم في الكاميرا نمشيو لهي باش يبان لهم هانتوما مع نمشيو لهي في الطابله الاخرى المشاهدين كيبانش واخا ما كيبانش مزيان ما عرفتش علاش واش الشعاع ديال الشرجم يلا نمشيو لهي ونوريوهم الطابلة الوسط ما
المهم بالنسبه للمغرب ديالي المشاهدين، رافقت بالزبده البلديه، دار الزبده البلديه كنديرها في البلاستيكه، وكنصاوبها كنقرص شي خبزه، ملي كتصح في الفريكو كنقسمها على شكل مرسوات بحال هكا، وكنبغي الجبده القيص اللي بغيتها دايره بلديه ماشي روميه، وهذا الزيت العادي مع الزيت ماشي الزيت ويلي ويلي على اختكم الدكريه، العسل العادي مع العسل ديال الكاريتوس كنديروا ندير فيه العشوب لبناتي، وهذا وقت البرد خديت منه ها هو. ايوا مشاهدينا شهيدكم سمحوا لي، المشاهدين التجربه تاعتي مع القرايه اليوم كانت ناجحه 100%. شوفوا تبارك الله البغريه كي جا، ها انتم المشاهدين قاسي مهبر خفيف مع فيه الخميره ديال الخبز، الخميره السريعه، ودرت فيه كاس ديال الخميره ديال الحلويات، ها انتم تبارك الله كلشي جا بحال بحال، ها ناجح 100% 100% المشاهدين، ها انتم تبارك الله، ها شوف ها انتم اش كيبان، وهذا نتحول نحط بلاصه فيها الشعر الله يعطيك الصحه. ودابا ممكن المشاهدين ندير المشروع ديال البغرير، علاش لا، بديت انا خصكم الدكه ليا ها البغرير ها البغرير، تحيه لمريت البغرير والله عطاهم الصحه صراحه لا مساكن، تيخدموا تيجيبوا بعرك تاعهم صراحه الله، راه واخا فيه شويه التمر مساكن عجبو حد الكميه اللي هي سميتو كثيره، وكيجيو مساكن عاد كيجلسوا في السوق وعاد كيبيعوها، تحيه لهم صراحه الله. المهم التجربه ديالي راه المشاهدين خوتي خواتاتي كانت عاديني وناش عاد خطكم الدكانيه 100%، انا وعدتكم تكون قسما بالله ما غادي نغير شي حاجه، عصدق غنوريه لكم ما صدقش، اول تجربه في حياتي غادي نعجنوا غرب الفورس دقيقه تاع الفورس والدقيقه الاخرى وقال كيقول لي لانتير وشي شويه ديال السمنه خارجيه معوله عليها لقيتو ما بقاش. هاد الطريقه اول مره نشوفها، حيت درتيها بالقرعه ولكن القرعه محلوله كتكبي بها عادي. من القرعه ما درتنا ما غرف حتى شي حاجه، القرعه الطريقه جاتك من عجنتو خويتو في القرعه خمر خويتو ديريكت في المقله. ايوا هادشي هو اللي كاين اختكم الدكانيه، الحمد لله يا عزيز غادي التحدي، انا كنعجبني هكا التحدي من الصغر ديالو، انا كيعجبني التحدي خاصني ضروري نجرب شي حاجه وتصدق ليا. وشكرا لكم المشاهدين، شكرا على المتابعه ديالكم، تحيه للناس المغاربه في المكان وداخل الوطن ولا خارج الوطن، وتحيه لخوتي الجزائر اخوتي السواعد السعوديه، انا كنت سعوديين بحال بحال السعوديين، الناس ديال تونس العراق، تونس العراق، كلشي 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 المغاربه في ما كانوا خوتو، شكرا لك مرحبا بكم عدو، شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا بزاف بزاف.